قال عائل مستكبر، هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول، فإن الاستكبار كما قال العلماء يكون استكبارا في الذات ويكون استكبارا للصفات، استكبار للذات واستكبار للصفات. فإذا كان استكبارا للصفات فهذا محرم، ولكنه أهون كمن يكون ذا جاه ورفعة فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة، فهذا لا يجوز، لكن عنده ما يوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتكبر أو الاستكبار، أو يكون ذا مال أو يكون ذا جمال أو يكون ذا سمعة ونحو ذلك، فعنده سبب يجعله يتكبر، وهذا يكثر في أهل الغنى، فإن أهل الغنى يكون كثيرا عندهم نوع تكبر على من كانوا من أهل الفقر أو ليسوا من أهل الغنى، فهذا عنده وصف جعله يتكبر، لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات، لأن ليس عنده صفة تجعله متكبرا، وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات، يرى نفسه كبيرة ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك، فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة ويدخل في هذا الحديث، ولهذا قال وعائل مستكبر، لأن العائل وهو الفقير الكثير العيال ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفات أو يكون ثم فتنة عنده إلا لما قام في نفسه الخبيثة من الكبر.